قرية أم دينار اسما وليس فاعل. ده الكلام اللي اتقال من مواطنين القرية. تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده حقيقي ولا كلام وخلاص. المستشفى دي والأسعاف، لو عيلة اتعور أو عيلة أو أي حد أو واحدة هتولد، واحدة هتعمل عملية، لازم نجري المستشفيات اللي بره ونتلطم. وإحنا ناس فقراء، نجيب العربية ب 300 جنيه 400 جنيه، إحنا ناس على الله. إحنا دلوقتي ما بنلاقيش ولا صنف علاج، وهو الدكتور بيجي نص ساعة خالص وما عادش. تقولي له على العاية، أنا صدري بيوجعني، رجلي بتوجعني، يقول لك كلمة واحدة، كلمة واحدة بس. هو اللي بيقول كده. من اللي معاه 70 80 جنيه تكشف على عيل؟ بنيجي ما بنلاقيش كشف ولا بنلاقيش علاج، ويجوا نص ساعه وتاني وماشي. احنا ناس على الله. زي ما جابوا الاجهزه ورجعوها تاني، لا يجيبوها وشوفوا مصلحه البلد. عيله طالعه من المدرسه، عيل طالع من المدرسه متعور، لسه هنجيب عربيه ونطلع بره؟ لا، المفروض الاجهزه اللي جت المستشفى ترجع تاني. مفيش دكاتره، مفيش استنا، مفيش علاج. فينا؟ احنا بنقطع ورق وما بنلاقيش العلاج. التذكره ندفع ثمنها، ما بنلاقيش العلاج، ما بنلاقيش الدواء لعيالنا. ما بيغطوناش. المفروض يعملوا فيها كيس مولاد، يعملوا فيها كل حاجه. الدكتور بيتخانق علينا، ما فيهاش حاجه خالص. وبعد ما قطعت الورق قال لي ما فيش علاج. بنقطع الورق وهاجي ورق وما فيش علاج. ويقعد يقول هو كده، ما فيش الا كده، هتاخده خده مش هتاخده امشوا من هنا. ويقعد يزعق ويشتم فينا وتخليه يقول ده انتوا بلد متخلفه، بلد ما بتفهموش، ما فيش علاج. طالب ان يعملوا المستشفى ويجيبوا لنا وشقه على المستشفى ويجيبوا لنا دكاتره كويسه. دلوقتي واحد لسه بوجعه ورجله عصام، لسه هنجري على المدارس. بطالب بالمسؤولين المستشفى تنعدل، يجيبوا صرف صحي، ينظفوا بلدنا. في ناس موظفه بتاخد الوفات، احنا مش لاقيين، احنا شحاتين. ما زال مسلسل اهمال الصحه مستمر. الوحده الصحيه بقريه ام دينار لا تصلح للاستخدام الادمي، ما فيهاش تمريض ولا مستلزمات طبيه ولا علاج ولا حتى اطباء، هي فقط اسما وليس فاعل زي ما قالوا اهالي القريه. استغاثه لوزير الصحه، ارجوك انظر لاهالي قريه ام دينار بعين العطف. امير عبيد لبرنامج خط احمر قناه ال تي سي.